علاقات انتعاشا، كما ستشهد العلاقات انتعاشا بمناسبة إعادة فتح الخط الجوي بين الجزائر وفيينا، وعقد عديد اللقاءات الثنائية في المجالات، وتضاف إليها زيارات رسمية للمسؤولين في البلدين والمبرمجة لسنة 2023. إن حفلنا هذا يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية مرحلة تصاعدية في مختلف جوانبها السياسية منها والاقتصادية والثقافية، وهو ما تترجمه عقد دورة جديدة للمشاورات السياسية في فيينا في 7 فبراير الجاري، والتي أبانت على تطابق وجهات النظر حيال المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا آليات التعاون بين البلدين.